كما عودتكم شركة بروج العقارية بالعروض المميزة والحصرية في مدينة طرابزون، عرضنا اليوم مميز ورائع في وسط الطبيعة الخلابة. خلوكم معنا. تفاصيل العرض. العرض عبارة عن أرض مساحتها 3000 متر مربع، اللي هو 3 دنم، موجود في كوخ صغير مساحته 75 متر مربع. لنا حرية الاختيار في مساحة الأرض، نسوي اللي احنا نبغاه. هم حاطين أشجار البندق، ولنا الصلاحية أن نقدر نحط برضو نفس هذا البيت دورين إضافية، كوخين إضافية نقدر نسوي. يعني مساحة أنه في كل 1000 متر مربع أو في كل 1 دنم مساحة أرض تقريبا 75 إلى 80 متر مربع، دورين مسموح لنا البناء. هذه التفاصيل كاملة عن الأرض في منطقة توسنلو مهلسة، يعني تعتبر منطقة توسنلو التابعة لهذا الحي. المسافة بين الميدان والمنطقة اللي احنا فيها حاليا، منطقة الأرض، 25 دقيقة، قريبة من ميدان أتاتورك اللي هو قصدي قريبة من قصر أتاتورك 20 إلى 25 دقيقة. المنطقة هادية وساكنة، الواحد يبغى يطلع يروق يجي ياخذ المكان هذا. الخدمات ما أقدر أقول إنها قريبة، يعني أقرب شيء اللي هو الميدان، ميدان طرابزون اللي هو 20 إلى 25 دقيقة الخدمات اللي موجودة فيها. حاليا أنا متواجد في الساحة الخارجية زي ما شرحت لكم، التراس والجلسة اللي موجودة هنا مع الباربيكيو. تعالوا ناخذ جولة على الواجهة الأمامية للكوخ، ومن ثم نتوجه إلى الساحة الداخلية. مسوين الشكل الخارجي زي ما انتم شايفين، ديكور حجري. عندنا المنطقة الأمامية، عندنا هنا منطقة خاصة نقدر نقول إنها جراج لسيارتين أو لثلاث سيارات نقدر نقول. يعتبر كوخ صغير، نقدر احنا نكبره ونقدر نخليه دورين، هذا حسب الرغبة. الطريق المؤدي إلى الكوخ هذا هو من قدامنا، من هنا الطريق المؤدي لها، ونقدر نخلي هنا موقفين للسيارة ونرتبها ونخلي لها بوابة. يعني يعتبر البناء جديد، 6 إلى 8 شهور البناء صار جاهز. تعالوا مع بعض نشوف المنطقة الداخلية أو المساحة الداخلية للكوخ. تفضلوا معنا. وصلنا لجماعة الخير الكوخ ونصورها من الداخل. مدخل الكوخ من هنا. مساحة الكوخ 75 متر مربع، تعتبر صالة مع مطبخ مفتوح نظام أمريكي على الصالة، وغرفة نوم ودورة مياه. اشرح لكم أول شيء المطبخ. المطبخ الدولي براكبة وأجهزة اللي هو الكهربائية من طباخ وفرن وشفاط موجود. عندنا ثلاجة صغيرة، طاولة سفرة، وعندنا هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يميننا دورة المياه. دورة المياه مساحتها جيدة كبيرة، مروش وكلوزيت مع المغسلة. نشرح غرفة النوم، بعدين نتوجه إلى الصالة، ومن ثم
نديكم تفاصيل الإطلالة. عندنا غرفة النوم هذه مميزة، حاطين فيها سرير مزدوج ودولاب مع كومودينتين، وعندنا التسريحة، والشيء المميز جاكوزي على إطلالة الطبيعة، شيء مميز وفاخر. نتوجه إلى الصالة نشوف الشيء اللي موجود فيه، ومن ثم نشوف إطلالة البلكونة. لو تلاحظوا أنه منطقة الصالة جاية جزئين، جاي جزء مرتفع اللي هو جزء المطبخ، وبعدين في عندنا هنا تعتبر تبة صغيرة، ومن ثم جاي الصالة. أرضية الصالة هنا باركيه وهنا سيراميك، حاطين جلسة مميزة وحلوة على شكل L، وعندنا تلفزيون وديكور جداري فخم وراقي، وما ننسى أيضا وجود الشومانيه اللي هو مشب النار، ان الواحد يقدر يتدفى في فصل الشتاء. تعالوا مع بعض نشوف الاطلال المميزة للتراس اللي يشملوا هذا البيت او الكوخ. عندنا جلسة مميزة هنا، وعندنا مكان خاص للباربيكيو، عندنا المساحة هذه كلها تابعة للكوخ، عندنا مكان الباربيكيو، والجزء المنطقة هذه كلها تابعة جاية موقف خاص للسيارة، بالإضافة إلى المنطقة هذه كاملة تابعة للكوخ، وأيضا 3000 دونم اللي هو 3000 قصدي 3 دونم اللي هو 3000 متر مربع مساحة الأرض تابعة لهذا المكان. يعني البيت موجود في جزء بسيط من مساحة الأرض. استمتعوا بهذه الإطلالة. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.